مهرجان كرنفالي شهده المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مرجيب الفهود، مهرجان يهدف إلى دعم الأطفال السوريين في المخيم وإدماجهم في واقعهم الجديد للتغلب على الآثار السلبية للجوء. مجموعة من الفقرات الاحتفالية خصصت لهؤلاء الأطفال وتضمنت رسما على الوجوه لأشكال مختلفة من الحيوانات ومهرجين وشخصيات كرتونية. بدأوا يوزعوا ألعاب، يوزعوا دنانير، يعني يوزعوا على القرفانات، هن هيك عادتهم. انبسطنا وكمان انه فوتونا مسرحيات واعطونا دنانير على العيد واهدونا العاب. من دولة الإمارات العربية المتحدة وصل عدد من الفنانين الإماراتيين إلى المخيم لمشاركة الأطفال اللاجئين فرحتهم بالعيد. اندمج الأطفال مع الفنانين في وصلات غنائية أنستهم ولو للحظة مرارة فراق الأهل والديار. شفنا فرحة الأطفال في الإمارات، حبينا نشاركهم هني لأنهم يعني حسينا فيهم أطفالنا، ما يعني ما حطينا فرق بين الاثنين. ما أدري، حسسوني كأني أنا أبوهم فعلا. مسكة إيد الطفل لما يمسك الطفل ما يعرف يجامل، أنت ممكن أي واحد كبير يجاملك، الطفل ما يعرف يجامل، فمسكة إيد حضنه لما يمسك يحضنك. يعمل الفريق الإغاثي الإماراتي على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها اللاجئون في المخيم، ويحرص على تقديم هذه الخدمات بطريقة تحفظ كرامة اللاجئ. عندنا حاليا تقريبا حدود 3900 لاجئ سوري حاليا موجودين عندنا حنني. التوسعة إن شاء الله يعني خلال شهر رايحين نفتح التوسعة. التوسعة تضم 6000 لاجئ إن شاء الله. رايحين نباشر فيها بعد تقريبا أسبوع أو أسبوعين. راح نباشر فيها إن شاء الله، وفيها بعد نفس الخدمات الموجودة في المخيم القديم موجودة في المخيم الجديد. إحنا هني نقدم كل ما يتطلب الواحد عشان يحصل على حياة كريمة. نوفر التعليم للأطفال، نوفر العمل للناس الكبار، نوفر الطب والعلاج للناس كلها، نوفر الكرفانات متوفرة بكفاءة عالية. يؤوي المخيم حالياً قرابة 4000 لاجئ سوري، وبعد افتتاح التوسعة الجديدة فإن هذا العدد سيتضاعف، ويقول الفريق الإغاثي إنه جاهز لتقديم الخدمات كافة للاجئين حال وصولهم أرض المخيم. في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين يحاول الفريق التطوعي وفنانون من دولة الإمارات تخفيف وطأة ومعاناة اللاجئين على الأطفال ورسم البسمة على وجوههم، فالأطفال والنساء هم الفئة الأكثر تأثراً بالنزاعات والحروب. نايف مشاكبة، سكاي نيوز عربية، من المخيم الإماراتي الأردني مرجيب الفهود.